كاين مشاركة مجموعة من الأفلام، مجموعة من الدول، تقريبا لا سيليكسيون فينال فيها 25 فيلم، أفلام كلها كتدور حول تيماتيك ديال السفر والمغامرة، بحضور المنتجين المخرجين والمغامرين اللي شاركوا في هاد التجارب وفي هاد الأعمال. عندنا أربعة ديال لي ليو دو بروجيكسيون، كاين هنايا في سينما لا رونيسونس اللي غادي تكون من اليوم حتى لو 15 ديسمبر، كل عشية من 5 حتى 10 ونص ديال الليل. عندنا لي هيبالاب، لو سيكل ديال لي كونفيرونس ديال لي ورك شوب ولي زاتولي اللي غادي يكونوا. لا فيلا دي زارت هي فيها واحد ليكسبوزيسيون فوتوغرافيك ديال المصور يوسف ملوكي، و ميم طون غادي يكون دوطخ بروجيكسيون اي دي كونفيرونس. وفي ليزاداك غادي تكون اون سيري دو بروجيكسيون اوسي دو كونفيرونس، ليشونج مع الطلبه ديال المعهد ومع ديال مجموعه ديال المعاهد اللي كاينين في مدينه العرفان. الجمعه ان شاء الله غادي تكون عندنا اون بروجيكسيون اون سيري سبيسيال في سجل الاحداث بالعرج الجوج بشراكه مع المندوبيه الساميه لاداره السجون. So I'm very glad to be here at the festival. Very glad to be invited to screen my film Alone Through Iran, which is about a lone Swedish woman who one day decided to run across Iran in order to challenge her own prejudices against Muslims. I think that people are basically good, and if we just start trusting each other, a lot of the problems in the world would go away. المهرجان من المدينه وغادي ندخلوا للاسوار، حيت حنا كنخدموا على واحد المشروع ديال المساعده في اعاده الادماج اترافيغ السينما ولي ميتي دو ليماج. هذا هو الجديد الاجتماعي ديال هذه الدوره الثالثه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.